التضامن مع الشعب الصحراوي الشقيق حطت اليوم قافلة تضامنية قادمة من ولاية غردية، نظمتها جمعية الأخوة الجزائرية الصحراوية بالتنسيق مع مؤسسة السلام الخيرية وجمعية الأيادي البيضاء. القافلة هذه متكونة من 20 شاحنة محملة بمساعدات غذائية وأدوية ومواد صيدلانية موجهة إلى سكان مخيمات اللاجئين الصحراويين. وهذه القافلة نظمتها مؤسسة الأخوة الجزائرية الصحراوية لصالح إخواننا الضيوف في تندوف. هذه القافلة تتكون تقريبا من 20 شاحنة محملة بجميع مواد الغذائية، أغطية، أفريشة، أطعمة، مواد طبية، مواد صيدلانية. شاركوا معنا مؤسسة السلام والأيادي البيضاء زايد وفد طبي مختص هام. نحن جد ممتنين لهم لهذه المبادرة الإنسانية الطيبة والتي ألفناها منهم، وأن تأتي في وقتها المناسب، ولا يمكننا إلا أن نقدم لهم جزيل الشكر ومن خلالهم إلى كل الشعب الجزائري وقواه الحية وقيادته.